وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. كنا شرعنا في الحديث الثاني من باب التيمم من كتاب عمدة الأحكام، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، قال: فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح على بشماله بظهره، فضرب ضربة واحدة، ومسح على ظهر كف شماله بيمينه، وعلى ظاهر كف يمينه بشماله، ووجهه شمال اليمين واليمين على الشمال. كنا شرعنا في شرح الحديث، أرجع فقط إلى ترجمة عمار بن ياسر، قلنا أنه قتل رضي الله تعالى عنه في وقعة وقعت بين المسلمين، وهي وقعة صفين، وكانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع. وكنا قلنا هذه الوقعة كانت لها أسباب، والصحابة فيها رضي الله تعالى عنهم بين مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. لكن فقط لعله ذكرت أنه كانت بين علي رضي الله عنه والخوارج، ليست هذه، وإنما كانت الوقعة وقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وقتل عمار بن ياسر، وذلك سنة 37. وكذلك ذكرت أنه لم يصلى عليه، لكن ذكر في ترجمتي أنه صلي عليه، صلى عليه علي بن أبي طالب، وإنما لم يغسله. نرجع إلى الحديث، قال: فأجلت ولا ماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدب، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، يعني أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في هذه القصة. وفي هذا من الفوائد كما ذكر أهل العلم مراجعة العلماء في المسائل التي قد يجتهد فيها، فإذا لاقى العلماء استشارهم مراجعهم في مثل هذه المسائل، فلعله يخطأ إذا كان مصيبا يبين له الإصابة، وإذا كان مخطئا يبين له الخطأ فيرجع إلى ما هو الصواب. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان قد علم مشروعية التيمم عند فقد الماء، ولكن كانت هذه الصفة صفة التيمم للوضوء، فهل هي نفسها للغسل؟ اجتهد هو رضي الله تعالى عنه، فظن أنه كما أن الغسل يعم جميع الجسم فكذلك التيمم في الصعيد، فاجتهد وفعل ما فعل. وقلنا أن فيه مشروعية الاجتهاد وقد سبق.
لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم راجعه في المسألة، ففيه أن عندما يقع أهل العلم أو طالب العلم في مسألة ويجتهد فيها لبعد أهل العلم عنه مثلا، أو لضيق وقت مراجعة أهل العلم، فيعمل بما توفر عنده من أدلة، فإنه لا بد عند ملاقاة العلماء أو من هو أكثر منه علما أن يراجع في هذه المسألة. فإن كان الذي فعله أهو الصواب فذاك الذي نريد الحمد لله، وإن كان أخطأ فإنه يرجع عن ذلك الخطأ الذي وقع فيه. ومثل هذا الاجتهاد ليس لكل واحد لا شك، مثل هذا الاجتهاد ليس لكل واحد، لكن لمن له أهلية، وأحيانا يقع فيه عامة الناس، أحيانا قد يقع فيه عامة الناس، فقد تقع مسائل جزئية للإنسان في خاصة نفسه في بيته أو في سفره أو في أحواله اليومية، فيضيق الوقت لمراجعة أهل العلم، فيعمل بما سمع أو بما قد يكون قد فهم منذ حضوره للدروس ونحو هذا. فعند ذلك نقول إذا تيسر له الوقت لا بد أن يراجع أهل العلم ليبين له الصواب من الخطأ، إن كان فعل صوابا فيقرر ويفهم ويستفيد أنه هو صواب، وإن كان أخطأ فإنه يرجع عن الخطأ الذي وقع فيه. وهنا عمار بن ياسر كذلك فعل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ وصوب أو بين له الصواب. قال فتمرغت كما تمرغ الدابة في الصعيد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني هذا الذي فعلته خطأ وليس صوابا، خطأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بالصواب. وفيه فائدة، وهو أن العمل الذي عمل باجتهاد فإنه لا يلزم من صاحبه أن يعيده، لا يلزم من صاحبه أن يعيده. إنسان في الطريق أدركته الصلاة فاجتهد في القبلة وحاول أن يحددها بما يعرف من علامات القبلة، فحددها وصلى، ثم بعد ذلك بين له أنها ليست القبلة، أخطأ في الاتجاه، فهنا عمل بما عنده من اجتهاد، فيكون ماذا؟ فيكون عمله صحيحا وصلاته صحيحة، ولا يقال له أعد الصلاة، لا يقال له أعد الصلاة. هذا على صح أقوال العلماء، وإلا في المذهب، في مذهب مالك وبعض أهل العلم أيضا يقول أنه يعيد في الوقت. ومعنى يعيد في الوقت، وهذه الكلمة كثيرا ما تستعمل في مذهب مالك، بمعنى أن الإعادة للاستحباب، أما إذا قال يعيد أبدا فالمراد بذلك لزوم الإعادة، وهذا مصطلح في المذهب، مذهب مالك يستعمل، قال أعاد في الوقت هذا المراد به للاستحباب، أعاد أبدا أي وجوبا. فإذا إذا وقع شيء من الاجتهاد وكان على خلاف الصواب فإنه في هذه الحالة له لا يلزم بأن يعيد ما اجتهد فيه، لكن ينبغي أن تبين هذا المسألة، وهو إذا كان فيما يتعلق بالعبادات، عبادات الشخص يفعلها مع نفسه،
هذا في العبادات التي يفعلها الشخص مع نفسه، فهنا لا ينقض هذا الاجتهاد، بمعنى لا يبطل، لا يقال بإعادة هذا العمل الذي عمله. لكن إذا كان مسألة الاجتهاد هذه تتعلق بأحكام الناس وبحقوق الناس، فهل ينقض الاجتهاد أو لا ينقض؟ هذه مسألة أخرى يذكرها أهل العلم في كتب الأصول أو في مسائل الأصول في أبواب الاجتهاد والتقليد، هل ينقض الاجتهاد أو لا ينقض، فيفصلون هذا بنحو هذا التفصيل، أن يكون نقض الاجتهاد من المجتهد نفسه أو من غيره، وأن يكون ذلك متعلقا بإبادة في نفسه أو بحقوق بحقوق كالمعاملات، وكونه يتعلق بشيء يمكن استرجاعه أو لا يمكن استرجاعه. فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه ضربة واحدة. إذن سمى الفعل قولا، سمى الفعل ماذا؟ قولا. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أي أن تضرب بيديك الأرض، فسمى الفعل قولا، فيصح إطلاق القول على الفعل. قال وضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، وهنا خلاف بين العلماء في كم تضرب الأرض من ضربة. الذي عليه الاتفاق أن الضربة الواحدة لا بد منها، وأن يضرب الأرض بيديه. ولما نقول يضرب الأرض بيديه لا يفهم من ذلك لزوم الضرب، فلو أنه وضع يديه أجزأ، ولو أنه مسح يديه أجزأ، والمهم أن تقع عملية إلصاق اليد بالصعيد، إلصاق اليد بماذا؟ بالصعيد. والصحيح أنه تضرب ضربة واحدة، لا ضربتين ولا ثلاث، وشذ من قال أربعا. والضربتين مذهب بعض أهل العلم، وهو رواية في مذهب مالك وكذا عند الشافعية وغيرهم، والحديث هذا واضح الدلالة على أنه ضربة واحدة، على أنه ضربة واحدة، فإذا يضرب الصعيد مرة واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب الأرض ضربة واحدة، أن يضرب الأرض ضربة ماذا؟ واحدة، ثم مسح نعم الشمال على اليمين واليمين على الشمال، وفي بعض الروايات مسح على ظهر كفه اليمنى، بشماله على ظهر كفه اليمنى، وبيمينه على ظهر كفه اليسرى، ومسح وجهه. ها هنا مسألة، وهي الضربة ضربة واحدة وقد بيناها. ثانيا، أيهما يقدم، اليدين أو الوجه؟ جاء في بعض الروايات تقديم اليدين، وجاء في بعض الروايات تقديم الوجه، وفي روايات فمسح يديه ثم وجهه، وهذه الرواية قد تفيد الترتيب، وأن المسح يكون لليدين ثم للوجه، ولكن حتى ولو قلب فمسح الوجه ثم اليدين فإن ذلك مجزئ، فإن ذلك مجزئ. والمسألة الأخرى فمسح بيمينه على شماله بشمال اليمين، وفي رواية على ظهر كفه، وظاهر كفيه ووجهه، هل يكون المسح للكف أو إلى المرفقين أو إلى الإبط؟ فالذي يجزئ
في قول جمهور العلماء هو المسح إلى الكف، والكف هو الجارحة التي يطلق عليها اسم اليد ومنتهاها إلى الكوع، المنتهى إلى الكوع والكرسوع. الكوع هو العظم الذي يأتي إثر الإبهام في مفصل اليد، اللي هو هذا، هذا يسمى الكوع. وكذلك يكون في الرجل، فهو العظم الذي يأتي بعد الإبهام يسمى بالكوع. والكرسوع هو العظم الذي يأتي إثر الخنصر، ويكون من هذه الجهة في اليد، وهو كذلك في الرجل، لكن يكون من أيضا من جهة الخنصر، ويكون قالوا في مفصل الساق، هذا الكوع وهذا الكرسوع. ومن باب الفائدة، فإن في الجسم 10 عظام تسمى، تبتدأ بالكاف، الكوع والكرسوع، الكوع والكرسوع والكف والكتف، واحدة واحدة بس، والكتف والكسد، وهي لوحة العظم في الكتف، والكسد والكاهل، وهما بين الكتفين، والكمرة وهي الحشفة، والكلية والكبد والكائب، 10 أعضاء بدايتها بالكاف، كف وكوع وكرسوع وكتف وكاهل وكتف وكتد، وهي صفحة العظم من جهة الكتف، وكتد وكاهل وكبد وكلية وكمرة وهي الحشفة وكائب، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع وهذا الرسغ، هذا يسمى الرسغ وهذا يسمى الرسغ. هل هي الكف؟ فالمسح يكون للكف، هذا مجزئ عند كل العلماء. وبعض أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي وغيره أنه يمسح إلى المرفقين، لكن عند مالك سنة وليس بواجب، فإن مسح إلى كفيه أجزأه. وبعض أئمة المذهب يلزم إلى المرفقين، وظاهر الحديث واضح، مسح بيمينه على شماله وظهر كفه ووجهه، وظهر كفيه ووجهه. اليد إذا أطلقت المراد بها ماذا؟ اليد تشمل الكف، المرفق، وإلى الإبط، الكف والمرفق وإلى الإبط، كل هذا تشمله ماذا؟ اليد. لكن عند الإطلاق المراد بها ماذا؟ الكف. عند الإطلاق يراد بها ماذا؟ الكف. ولهذا في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أيديهما. لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قطع؟ الكف. فيكون إطلاق اليد يراد بها ماذا؟ الكف. وكذا في الحديث جاء ما يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفه. وفي حديث آخر التيمم ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه والكفين. فالصحيح أن المسح يكون للكف. ما هي طريقة المسح؟ قال مسح بشماله على ظهر كفه اليمنى وبيمينه على ظهر كفه اليسرى. فلما تمسح هكذا يكون مسحت ظهر اليمنى وباطن اليسرى، ولما تمسح هكذا تكون مسحت ظهر اليسرى وباطن اليمنى. فهل يلزم أن تعيد على الباطن كما هذا؟
بعض أهل العلم قال ما يلزم، وبعضهم قال يمسح، والأمر فيه سعة، فهذا المسح كافي. فإن مسح وآد ثم مسح وآد أجزأه. وأما تتبع المغارات الكف والوجه كمثل ما يفعل هكذا، هذا ما يصح ولا دليل عليه، كما سلف أن ذكرناه وبيناه في شرح الرسالة. كما يفعل في بعض الأقوال لابد تتبع كله، وأيضا هكذا وهكذا وهكذا، هذا كل ما له دليل. والمسح هو إمرار العضو على العضو، فيكفي هكذا وهكذا ويكفي هكذا، ولا يلزم تخليل لحية أو تتبع مغارات العين والأنف ونحو ذلك والله أعلم. فقال إنما كان يكفي تقول يديك هكذا وضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح على ظهر كفه اليمنى وعلى ظهر اليمين الشمال والشمال اليمين وظهر كفيه ووجهه أيضا الوجه مثل ما ذكرت، مثل ما ذكرت. قلت وفي أيضا من الفوائد زيادة على ما هذا يعني حفظ السري، لأن عمار بن ياسر ما ذكر الحاجة، قال أرسلني الرسول في حاجة له، فما ذكرها. وفيه أنه قد ينسى الشخص الأمر الذي يقع له، فإن عمر الخطاب كان مع عمار، وعمار قال له يا أمير المؤمنين أما تذكر لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا فتيممت ولم تتيمم أنت، فقال اتق الله يا عمار وانظر إلى ما تحدث، قال مثل ما أقول يا أمير المؤمنين، فوإن شئت أن لا أحدث بهذا لا أحدث، قال بل نكلك إلى ما تقول أو نحو ذلك. فهذا في الجملة ما يمكن يذكر في هذا الحديث، وهذا في صفة التيمم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يوم الدين. نعم، هو أنا قلت وهذا أنبه، الصعيد هو أما التراب فمحل اتفاق بين العلماء. نقول أيضا الأرض والرمل حيث يوجد التراب ومثل الغبار فهذا محل اتفاق بين العلماء، فإذا أراد أن يتيمم فليقصد هذا الذي هو محل اتفاق، كالتراب كالأرض كالرمل، هذا التراب محل اتفاق، والرمل والصعيد هذا الأرض فيها الغبار أيضا القول بها قوي. وأما الحائط المدهون بدهاء دهان الماء أو الزيت أو البلاط هذا محل خلاف بين العلماء، فالإنسان يقصد ما هو محل اتفاق ويحتاط لدينه ما دام الخلاف فيه. وكما قال البخاري رحمه الله تعالى لما بين مسألة هل الفخذ عورة أو لا، ذكر حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شيء من فخذه، وذكر حديث جرهد وحديث محمد بن عبد الله بن جحش وفيه أن الفخذ عورة، فقال حديث أنس أسند يعني أقوى في الصحة، وحديث جرهد أحوط ليخرج من اختلافهم، فيقصد هو هذا التراب فيخرج من الاختلاف. إذا ما وجد فيتجمم بالصعيد اللي هو الحائط وهو ماذا؟ مجزئ، هو الحائط وهو صحيح، ولكن إذا ما وجد اللي هو محل اتفاق فنقول لو يتيمم بما هو محل اتفاق خروجا من هذا الخلاف، وإبراء لذمته واحتياطا لأمر عبادته، والأمر متيسر يعني عند الأرض أو عند التراب هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.